نسأل الله أن يسدد رمياهم وأن يجمع شملهم وأن يجعل هذه الصواريخ عليهم بردا وسلاما وأن يتقبل قتلاهم في الشهداء وأن يجعلهم يوم القيامة من المفلحين السعداء. لكن كما قلت عيشوا، هذا واجبنا، والله نحن مسهمون في ضعفهم، إذا لم نقم بواجبنا تجاههم. ثاني مش يصير تصلي، خاطر خطرة الشيطان يجي يعييك. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، ما كاش كيما هذاك الوقت، لكن أقل شيء أقل شيء. أنا هذه اللي يقولها لكم، في النهار اجلس وحدك احكم زاوية، خلي يقول عليك صوفي، نعمة الصوفية هذه. عباك بلي يهبلوا ناس، الدين تاعنا كي عباك تخرج الطوائف الضالة ضابطها أنها تمسك شيئا من الدين وتعمل فيه. هذاك شنو عندي لكم، عندي لقطة تقدر نسميتها المتخدقون، ما من طائفة ضالة إلا تمسك جزئية من الدين وتبقى عايشة معها. شوف الشيعة من نار اللي ينوض يحكي على الكرامات تاع البيت، ينوض كرامات علي، كرامات الحسين، كرامات علي، كرامات الحسين، اليوم الثالث كرامات علي، كرامات الحسين. تروح الصوفية غير كرامات الأولياء، تروح الغولاة هذوك في التكفير تسموهم غير حكام، حكام كفر، تسمع غير كاف والفاء، كاف كفر، كاف كاف كاف. وبعد تروح تسمع مجموعة التبديع، تسمع غير فلان فيه فلان فيه، تبدعوه بركعوه منهج منهج لا أقتل النعاهم قتل عاد وإيرم من خفيت عنا بدعتهم تخفى عنا الفاتو، تسمع غير هذا. هذا الدين محصور، علامة أهل البدع هذه. تصيب أهل السنة يتكلموا في الدين كله، يتكلموا في الفقه، يتكلموا في العقيدة، يتكلموا في الحديث، يتكلموا في التزكية، يتكلموا في التربية، وفي النصائح العامة. لو الدين يا دي الأمة راهي كبيرة، تحتاج منا أمور كبيرة. فلما الصوفية يعني هم يدعون إلا باللي الخلوة في ذكر الله، أنا تعنا اللي تاع ديننا، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، اجلس في مكان خاليا نصف ساعة ساعة واسأل الله باكيا متضرعا يا رب وادعوا لي إخوانك وتشوف. هذا أعظم سلاح على الإطلاق، أكثر من الدبابات. علاش؟ هذا الذي يجلب الملائكة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر حتى العباءة طاحت رافعا يديه يدعو، شوف تخصيص وقت للدعاء، يدعو ويدعو ويدعو. يقول لك والله مقداد، يقول لك ما كان أحد ليلة بدر قائما إلا الرسول صلى الله عليه وسلم قائما طوال الليل حتى أصبح يسأل الله نصره ويناشده نصره. كيف نغفل إحنا بعد هذا؟ ولذلك الإنسان لا يبخل على إخوانه بالدعاء، وإلا كان مسهما في ضعفهم. عندنا قوة لا تستهين بها، ربي نزل الملائكة بالأدعية على المؤمنين.